الآن مشاهدينا أرحب بضيفتي لهذا اليوم محللة الأسواق المالية لدى إكويتي جروب لينا قنوع التي انضمت معنا عبر خدمة السكايب من دبي في الإمارات. مرحبا بك ست لينا. أريد أن أسألك بداية عن أسعار الذهب، كان هناك توقعات بأن تهبط أكثر، يعني وصلت لحاجز 1700 ووقفت ومن ثم عودت إلى الصعود، اليوم تخطت حاجز 1900 للأونصة، ما السر وراء هذا الارتفاع؟ ولو نربطها أيضا بانخفاض مؤشر الدولار وأيضا معدل البطالة في الولايات المتحدة، كل هذه الأمور هي ربما ساعدت في الطلب الكبير على الذهب. نعم، أهلا بك وشكرا على الاستضافة. بداية كما تحدثنا أنه أسعار الذهب في خلال عام 2020 خلال جائحة كورونا ارتفعت إلى مستويات فوق 2073، ثم بدأنا التراجعات في عام 2021، لكن بدأنا نلاحظ هذه الارتفاعات بدأت من شهر مارس من النصف الثاني، يعني الربع الثاني عفوا، من هذا عام 2021، ليست وليدة اللحظة هذه الارتفاعات، كان السبب عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي بدأت تراجع، أيضا تراجع الدولار الأمريكي خلى هناك ارتفاعات لأسعار الذهب وتخطط مستويات 1900 دولار. لا ننسى أنه التضخم الذي يعتبر أداة تحوط ضد انخفاض القدرة الشرائية للنقد، فكانت يعني نتيجة السياسات النقدية الحكومات عم تقوم بسياسات تحفيزية وضخ السيولة، هذا أدى إلى نعم ست لينا تسمعيني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ست لينا قنوع، سنعاود التواصل معها في سياق هذه الجولة. إذن مشاهدينا ريثما يتم نعم ست لينا تسمعيني الآن؟ أنا أسمعك جيد. طيب تفضلي لو سمحت لو تتابعي، تفضلي. نعم نعم، فبالنسبة لأسعار الذهب، يعني بالنسبة للتضخم هو العامل الذي يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع، لأن كما ذكرنا التضخم يعتبر كأداة تحوط ضد انخفاض القدرة الشرائية للنقد. لا ننسى أنه التراجعات اللي شهدناها بعام 2021 هو مثلا التوجه إلى العملات المشفرة. العملات المشفرة كانوا يعتبروها نوع في وقت من الأوقات هي مخزن للقيمة، لكن وهناك كان سحب من السيولة من صناديق التحوط والصناديق المتداولة، أدى إلى التحول نحو الاستثمارات الأخرى، التحول إلى العملات المشفرة. لكن بذلك يعني بدأوا يعني المستثمرون أو المتداولين في الأسواق يثقون بأن التضخم يعني أو الذهب هو الذي يعتبر الملاذ الآمن وهو الذي يعتبر مخزن القيمة، فبالتالي كان هناك توجهات نحو أسعار الذهب وبدأنا الارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع طلب من صناديق التحوط والصناديق المتداولة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اللي تراجعت، فكلها أسباب. أيضا الظروف السياسية والاقتصادية كلها عوامل مؤثرة على أسعار الذهب نحو الارتفاع. يعني بشكل عام أسعار الذهب متجهة استمرارية للارتفاع، لدينا فوق المستويات 1900، ممكن نشهد 1920 1930 كمستويات مقاومة، من ثم لل 1960 وربما نشهد هذه الارتفاعات واستمرارية التصاعد إذا لم يقوم الفدرالي الأمريكي أو إذا لم يطرأ أي تعديل على السياسة النقدية. لو أصبح أي تعديل في رفع أسعار الفائدة أو في تخصيص برنامج شراء الأصول، ربما سيكون هناك نوعا ما تراجعات لأسعار الذهب. طيب سنتحدث بشكل مفصل ست لينا عن اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وأيضا عن العملات المشفرة، لكن أريد أن أسأل سؤال. الناس اتجهت إلى العملات المشفرة، اعتبروها ملاذا آمنا، يعني هل من الممكن أن تكون البيتكوين هي ملاذ آمن أكثر من الذهب وأن تنطبق عليها تسمية مثلا الذهب الرقمي؟ هل من الممكن أن تحل العملات المشفرة وخاصة على رأسها البيتكوين محل الذهب؟
لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك أن العملات المشفرة ستكون هي الملاذ الآمن، لأنه يبقى الذهب هو الملاذ الأول، الملاذ الآمن والأول الكلاسيكي الذي نعتبره مخزن للقيمة. إذا عدنا شوي، الارتفاعات التي شفناها العملات المشفرة بشكل كبير، ثم بدأنا نشوف الانخفاض، يعني وصلنا للبيتكوين لمستويات جدا عالية، ثم بدأنا هذه التراجعات، اعتبروها في نوعا ما أن المتداولين في الأسواق أنه هي مخزن للقيمة، لكن تراجعت بنسبة 50%، فهناك تقلبات حادة شهدناها على أسعار العملات، على العملات المشفرة بشكل عام، فشفنا هذه التراجعات. فبالتالي يعني يفضل المتداولين بشكل عام التوجه إلى يعني أصول آمنة أقل تقلباً، أقل تذبذباً، والذهب يعتبر أقل التقلبات وأقل التذبذب، لهذا يسمى الملاذ الآمن. وبالتالي العملات المشفرة ليس إلى الآن جهات رقابية بالنسبة للصين ترفض الدفع والتعامل مع العملات الرقمية، أيضا الفيدرالي الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ضد العملات الرقمية، يعني هناك محاربة لتلك العملات الرقمية. فبالتالي يعني والتغريدات اللي عم نشوفها عم تلعب دور كبير في تقلبات العملات المشفرة، فشفنا كيف التقلبات وأدت إلى تراجعات كبيرة وانخفاضات، ربما كنا قد وصلنا للبيتكوين تقريبا إلى مستوى تدور حول 30,000 دولار، فهناك عمليات التداول على الهامش أدت وأثرت بشكل كبير يعني على أنه هناك أحداث موجة بيع كانت على العملات الرقمية. فلا أعتقد أن يكون البيتكوين أو العملات المشفرة تعتبر كمخزن للقيمة، لا، الذهب هو الذي يعتبر الملاذ الآمن والكلاسيك. طيب كيف من الممكن ست لينا أن نحلل التطورات الأخيرة التي حدثت في سوق العملات الرقمية، خاصة الحديث الذي جرى عن انهيار البيتكوين، أن البيتكوين وصل إلى حاجز خلاص لا يمكن أن يتجاوزه، وبدأ بالانهيار وصل إلى تقريبا في 30,000 دولار للبيتكوين الواحدة. كيف من الممكن أن نحلل هذه التطورات الأخيرة؟ هناك الصين والولايات المتحدة هي تسعى لكبح جماح هذه العملات المشفرة، وأيضا هناك داعمون لها مثل إيلون ماسك وغيره من كبار الشخصيات المالية الاقتصادية في العالم. نعم، كما يعني ذكرنا أنه البيتكوين منذ نشأته، أو بشكل عام العملات المشفرة منذ نشأة هذه العملات، وهي تتعرض لارتفاعات وانخفاضات بشكل كبير، وسماها البعض بأن الانخفاضات الأخيرة ربما انهيار، ولا أستبعد بشكل عام هذه التسمية أن يكون انهيار في العملات. فكان هناك عمليات عمليات التداول على الهامش أثرت بشكل كبير على العملات الرقمية، هناك كان موجات بيع، فبالتالي هذه الموجات البيع يعني طالت تلك العملات الرقمية، فبالتالي اللي الصين أثرت بقراراتها التي قالت، يعني كما ذكرنا أن الحد من التعامل بالعملات الرقمية، وعدد من الدول الأخرى ترفض التعامل مع العملات الرقمية، وتغريدات إيلون ماسك تحدث عن البيئة النظيفة وأنه لا يريد التعامل مع البيتكوين، تعتمد على أي أساسيات تلك العملات الرقمية، فأدى إلى يعني المضاربة هي التي تلعب الدور الأساسي في التعامل مع العملات الرقمية، وشهدنا كيف ارتفاعات جدا كبيرة، ولكن وصلت بالأخير أنه بدأنا نشاهد هذه الانخفاضات على العملات الرقمية. فهذا ما حصل يعني بالتحديد بالعملات الرقمية، فموجات البيع الهائلة التي طالتها، بدأنا نشوف الارتفاعات على العملات الرقمية بعدما وصلنا إلى يعني مستويات تدور حول مستويات 30,000 تقريبا، لكن عدنا عم نشوف هذه الارتفاعات، لأن أي تغريدة عم نسمعها سواء من إيلون ماسك أو أي من المغردين عم يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض تلك العملات. وإلى الآن يعني هناك بعض الدول ترفض التعامل مع تلك العملات الرقمية، لكن لا أستبعد أنه بعض نشوف بعض الارتفاعات، كما ذكرنا المضاربة تلعب دور أساسي في تلك العملات المشفرة. طيب ست لينا، إذا كان العالم كله سيتحول باتجاه الاقتصاد الرقمي، يعني من سيربح هذه الحرب ما بين الدول الكبرى، الاقتصادات الكبرى، وما بين رجال الأعمال والماسكين لأكبر الشركات العالمية فيما يتعلق بالبيتكوين أو العملات المشفرة، خاصة أن سياسة البيتكوين تحديدا هي يعني صنعت على أن تكون لا مركزية، لا توجد هناك سيطرة مالية عليها.
نعم، هي بالنسبة للعملات الرقمية لا توجد كما ذكرت، لا توجد سيطرة عليها، لكن بعد ذلك ربما سيكون هناك تنظيم لتلك العملات الرقمية ويبدأ أنه يتعامل بشكل تنظيمي أكثر، لأن حتى هناك من يعني حتى لا نستطيع أن نربط العملات الرقمية مثلا يعني نعتمدها، لأن عم نقيمها أحيانا عم نربطها بتحركات الدولار الأمريكي. يعني إذا شفنا أحيانا كنا نربط أنه أي ارتفاع شوف انخفاض بالدولار الامريكي عم بترتفع مثلا البيتكوين، فبالتالي يعني يمكن نعتبره يعني كاحد الاصول الاخرى وليس كعمله بعتبرها البيتكوين بس، لكن تحتاج الى التنظيم، تحتاج الى الرقابات، فربما سوف يتجه العالم بعد ذلك يعني الى تلك العملات الرقميه، لاني اصبحت بالفعل هي واقعيه. طيب، بالانتقال للحديث ست لينا عن موضوع النفط، أسعار النفط هي تراجعت اليوم الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، هل سنرى عودة النفط إلى الارتفاع التدريجي؟ نعم، بالنسبة لأسعار النفط يعني الارتفاع اللي بنشوفه ربما هو تذبذب الآن في نطاقات ضيقة لأسعار النفط نحو الارتفاع، يعني سواء تراجع المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية التي ظهرت ونحن نترقب طبعا إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فأتوقع في ظل تعافي الاقتصاد العالمي بأن يكون هناك ارتفاع لأسعار النفط. طيب ستينا، هناك أيضا في هذا التذبذب أنت ذكرتي في أسعار النفط هناك ارتفاع طفيف وعودة مجددا، لكن أيضا في سياق ثاني هناك أيضا مفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني وأيضا عودة النفط الإيراني إلى السوق. السؤال هو يعني هل تعتقدين أن حصة إيران ستؤثر على السوق النفطية على أسعار النفط أيضا؟ بالنسبة لطبعا أسعار النفط عم يعني ربما ترتفع، لكن عودة الصادرات الإيرانية على المدى القصير راح يكون لها تأثير محدود بمقدار مليون برميل يوميا، وخاصة بعد أن كمان رفع الإنتاج، يعني هناك في معروض راح يكون برفع الإنتاج من قبل أوبك بلس حتى تموز، فحتى جولاي، فبالتالي هذه الارتفاعات يعني هناك بالمعروض راح يكون في ارتفاع، لكن وكالة الطاقة الدولية عم تتوقع أنه الطلب يكون يفوق المعروض، يعني عم تتوقع تقريبا 96.5 مليون برميل يوميا يكون في ارتفاع للطلب العالمي، وهذا يفوق المعروض النفطي، فبالتالي راح تكون التأثيرات محدودة من خلال عودة الصادرات الإيرانية تقريبا بمليون برميل يوميا، حتى جولدمان ساكس عم تتوقع أنه يكون في ارتفاعات لأسعار النفط لحتى 80 دولار برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام، في ظل التوقعات بالتعافي الاقتصادي العالمي، لا ننسى أنه هناك في زيادة الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، من الصين، من أوروبا، يبدأ الموسم الصيفي وقيادة السيارات مع الانفتاح الاقتصادي مع تخفيف من إجراءات الإغلاقات الاقتصادية، يعني بداية عودة الحياة الطبيعية مع بداية الولايات المتحدة الأمريكية إنه عودة الطيران، فبالتالي كل هذا سوف يزيد الطلب على النفط، فالتوقعات إنه يكون في يعني تأثيراتها محدودة من عودة الصادرات الإيرانية على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ربما التوقعات تكون ارتفاعات لأسعار النفط، ربما كما يتوقع جولدمان ساكس لسه من المستحيل أن نصل إلى مستويات 80 دولار للبرميل، لكن 70 دولار برميل مع عودة، لو فرضت لو تم فعلا عودة الصادرات الإيرانية ربما يعني لن يكون يعني سوف نجد صعوبة في تجاوز يعني ربما 70 دولار للبرميل 72، ومن ثم في النصف الثاني من هذا العام سوف نرى الارتفاعات أكثر لأسعار النفط. ولكن أيضا ست لينا يعني مليون برميل إيرانية هي لن تؤثر معقول بهذا الشكل في السوق، يعني زيادة الطلب يعني هناك معروض، ألا يؤدي هذا إلى تراجع أسعار النفط في الفترة القادمة بشيء يخالف توقعات جولدمان ساكس؟ على المدى القصير كما ذكرت انه انا اتوقع انه يكون في هناك تراجعات لاسعار النفط، وانه تخليها دون مستويات ال 70 دولار، يعني ما راح نكون اعلى من هالمستويات، لا يعني ليزيد الطلب العالمي على النفط، وربما نشوفها، لكن على المدى الطويل توقعاتي لاسعار النفط 80 دولار، لكن لا استبعد مع عوده الصادرات الايرانيه وايضا المعروض اللي عم نشوفه.
تقوم برفع الانتاج من قبل اوبك بلس راح يكون له تاثيرات، ولكن هي قصيره المدى وليس بعيده المدى سوف تكون تلك التاثيرات. يعني لا ننسى انه مليون برميل يوميا ليس بالرقم القليل، وخاصه 65 سفينه ستكون موجوده عائمه في ايران وتنتظر رفع العقوبات لو تم رفع العقوبات في الفار. طيب بالنسبة لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيف من الممكن أن نحلل نتائج الاجتماع وأيضا التأثيرات المترتبة عليه على أسعار النفط حسب رأيك؟ الفدرال الأمريكي طبعا أثبت، يعني أثبت بشكل عام بأنه سياسة كانت جيدة من ناحية سياسته التحفيزية للاقتصاد من خلال ضخ السيولة الهائلة في الاقتصاد، وكما نعلم أن الولايات المتحدة هي من أكثر الدول المستهلكة طبعا النفط عالميا، وبالتالي نحن نعلم انه اي يعني ارتفاع التضخم ياتي ايضا من ارتفاع الاستهلاك، فبالتالي الانفاق الاستهلاكي كيف ياتي من استهلاك اسعار النفط، فبالتالي استهلاك اسعار النفط سوف يؤدي طبعا الى ارتفاع التضخم. فقرارات الفدرالي الامريكي الان، وخاصه هناك عدد من الاعضاء دون بدايه تقليص برنامج شراء الاصول يتحدثون، بدأوا عن هذا الحديث، يعني هناك يعني بداية للتخفيف نوعا ما التحفيز الاقتصادي، لكن أعتقد بذلك أنه ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة للتعافي لمزيد من التعافي الاقتصادي، لمزيد من التحفيز الاقتصادي، لأن لم يتم التعافي بشكل تدريجي، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط، لأن الفدرالي الأمريكي عم بيكرر عدة مرات أنه سوف يبقى على سياسته التحفيزية. يعني ما زالت إحنا إذا نظرنا إلى البيانات الاقتصادية التي ظهرت خلال الأشهر الماضية، بدأنا من بداية العام نشوف بدايات مثلا بيانات الوظائف الأمريكية جاءت قوية، ثم بدأنا آخر في هذا الشهر بشهر إبريل بدأنا نشوف أنه تراجع في بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية، في عنا ارتفاع في معدلات البطالة، ومتوقع في مايو أيضا أن لا تكون قوية تلك البيانات، معناتها في حاجة لمزيد من التحفيز، فبالتالي هذا كله يدعم أسعار النفط نحو الارتفاع، لأن أي تحفيزات أو سياسة تحفيزية يعني هناك يعني دعم للنمو الاقتصادي، فبالتالي توقعات في انه سيكون داعم لاسعار. طيب اذا ما اردنا الحديث عن الحزم التحفيز ستلينا، ايضا هي لا تشكل ايضا خطرا على مؤشر الدولار، على قيمه الدولار، الا تؤثر ايضا على انخفاض قيمه الدولار؟ يعني هي ايضا لها اثار سلبيه ربما تضعف قيمه الدولار، وهذا ليس بمصلحه الولايات المتحده. نعم بالفعل، لكن هو بمصل يمكن ربما يساعد أسعار النفط نحو الارتفاع، لكن الدولار الأمريكي بالفعل كما ذكرت يعني حزم التحفيز الهائل التي تقوم بها عم بيخلي انه الدولار الامريكي ضعيف. ليش؟ يعني الفدرالي الامريكي لن يقوم برفع اسعار الفائده، وكرر مرارا انه لن يقوم، وانه التضخم بالرغم انه ارتفاع اسعار السلع يعني هذا يعني تؤدي الى ارتفاع في التضخم، واحتمال ارتفاع التضخم جدا وارد، لكن يقول انه عابر ومؤقت، ونحن نترقى بيانات مهمه ان يكون في ارتفاع في التضخم البي سي اي يعني مؤشر التضخم في الولايات المتحده الامريكيه انه يرتفع ارتفاعات كبيره. كيف راح يتعامل الفدرالي الامريكي مع هذا الامر؟ يعني لو كان التضخم بشكل منطقي، بيانات اقتصاديه بشكل منطقي تكون ايجابيه منطقيه بشكل عام، نحن نترقب ايضا بيانات الناتج المحلي الاجمالي راح تظهر يوم الخميس في الولايات المتحده الامريكيه، كمان عم تظهر بيانات اعانات البطاله الامريكيه، كل هذه البيانات اللي عم تظهر من الولايات المتحده الامريكيه يجب ان تكون منطقيه والا تكون مبالغه بهذا الحد. منطقيه اقصد فيها انه في استمراريه في النمو الاقتصادي العالمي، لانه لو كان في هناك مبالغه في الحد وبيانات ايجابيه زائده عن الحد، يعني سيضطر الفدرالي الامريكي انه يقوم بتعديل السياسه النقديه، تعديل السياسه النقديه انه يرفع اسعار الفائده، يعني رفع اسعار الفائده الامريكيه سوف يصب لصالح الدولار الامريكي، لكن كل التوجهات انه تكون بيانات ايجابيه، بالتالي تخلي الدولار الامريكي انه منطقيه، تخلي الدولار الامريكي نوعا ما من الضعيف، وان يكون التضخم بشكل عام ليس مستدام، ولا يكون هناك قاع في النمو
والاقتصادي حتى نحدد أن اتجاه الدولار الأمريكي ضعيف، لكن أنا توقعاتي أن يبقى الدولار الأمريكي ضعيف، وهناك مستويات 89 التي لو كسرناها في امتداد الاتجاه الهابط للدولار الأمريكي راح يكون راح يستمر في التراجعات. لكن يعني التداول الأمريكي يعني يعتمد على بيانات، يعتمد على بيانات اقتصادية، لو بالفعل هذه البيانات ستكون إيجابية جدا سيضطر بالبداية بتعديل، وهناك حديث أنه يقوم ببداية بتقليص برنامج شراء الأصول بداية ثم يقوم برفع أسعار الفائدة، لكن سيبدأ بشكل طفيف يعني فالتوقعات إلى الآن أنه انخفاض الدولار الأمريكي في ظل هذه الظروف، لكن لو بدأنا نشوف تضخم مرتفع فسيكبح الارتفاع برفع أسعار الفائدة وبالتالي الدولار الأمريكي سوف يرتفع. طيب بالنسبة للأزمة الدائرة في الهند حاليا، الهند غرقت في موجة كورونا وهناك تحورات، أريد أن أسألك عن من ناحيتين، من ناحية تأثير على أسعار النفط وعلى الطلب على النفط على اعتبار الهند ثاني أو ثالث تقريبا أكبر مستهلك للنفط في العالم، وأيضا من ناحية عرقلة نمو الاقتصاد العالمي طالما أن الموضوع هو مرتبط بانتشار الفيروس، وخاصة أن الهند هي أيضا مصنعة للقاحات على أراضيها. الأزمة الدائرة في الهند بداية هل تؤثر على أسعار النفط وإلى متى؟ نعم، يعني أي ارتفاع في عدد الإصابات وكما ذهن يعني بداية بدأنا نشوف السلالة المتحورة في الهند وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في الهند وزيادة عدد الوفيات، هذا أثر بشكل كبير، شفنا يعني تراجعات في أسعار النفط، لكن بدأنا أنه عم نشوف بشكل عام في العالم بدأنا انخفاض في عدد الإصابات، يعني حسب آخر الإحصائيات، وأنا ليست خبيرة طبية لكن آخر الإحصائيات هناك تراجع ب 901 ألف إصابة تقريبا إلى 400 إلى 500 ألف إصابة حول العالم. يعني نشوف هذه التراجعات يعني في بلدان عم نشوفها في آسيا مثل اليابان، مثل الهند، في إغلاقات اقتصادية، لكن في المقابل الثاني في النصف الآخر من العالم عم نشوف لا بداية تراجع الإصابات، عم نشوف في انفتاح اقتصادي، فبالتالي طبعا الهند هي تعتبر من الدول المستهلكة أو ثالث الدول المستهلكة للنفط، لكن أتوقع أنه يكون في يعني تأثيراتها بشكل عام راح يعني محدودة نوعا ما على أسعار النفط، وخاصة مع بداية أنه بلشنا نشوف أنه في تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا. طبعا بتشكل طبعا الهند إذا تحدثنا عن الأرقام يعني 6.7 كاقتصاد الهند من الناتج الإجمالي العالمي من الاقتصاد العالمي، فبشكل عام يعني تأثيراتها نوعا ما كانت أقوى من ذلك، لكن بدأت يعني تلاشي مع شوي انخفاض عدد الإصابات عم بيأثر نوعا ما، يعني تأثيرات جدا محدودة ولا تؤثر على أسعار النفط. طيب بشكل عام كيف نتوقع؟ ما بعرف إذا في شخص ثاني من السؤال يمكن. هو أنا كنت أريد أن أسألك عن موضوع الهند وارتباطه بنمو الاقتصاد العالمي، خاصة أن الهند مثل ما نعرف هي بلد اقتصادي، عدد سكان كبير، مصنع للقاحات، ولكن أيضا هناك تعثر في عمليات التطعيم حول العالم. كيف سيؤثر هذا الموضوع على مسار الاقتصاد العالمي، آفاق التعافي وسط تعثرات جهود التطعيم، ليس فقط في الهند كونها منتشر بها الفيروس لكن حتى في جميع أنحاء العالم أيضا؟ يعني هي أزمة كورونا لم تنتهي، لكن يعني هلا توقعات صندوق النقد الدولي عم تتوقع نمو الاقتصاد العالمي يعني تقريبا في الولايات المتحده الامريكيه عم تتوقع العالمي 6%، الولايات المتحده الامريكيه تقريبا عم تتحدث 6.4%، في الصين 8.4% في عام 2021، فيعني هناك توقعات بنمو اقتصادي عالمي نتيجه انه في كما ذكرنا انه البنوك المركزيه الحزمة التحفيزية عم تقوم بها جميع البنوك المركزية. لا ننسى أن حملات التطعيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في عدد دول أخرى يعني اكتمت بنطاق واسع وشامل، لكن في دول أخرى لم تتم، لكن مثلا في عدد من الدول
يعني في دول عم تقوم بحملات تطعيم وفي هناك تأخر في حملات التطعيم، لكن أي طبعا أي تأثير إنه نشوفه في ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا وعودة الإغلاقات الاقتصادية، لا شك انه يكون في اي تاثير، سواء بيكون تاثير اكيد على اسعار النفط، بيكون في تاثير على الاقتصاد بشكل عام، على مسار الاقتصاد العالمي، على نمو الاقتصاد العالمي، لأن كما ذكرنا انه الاصابات، عدد الاصابات بالعالم بلشت تتراجع، لكن هناك محاوله انه يكون في تكثيف لحملات التطعيم بعدد من الدول، و يعني وضع اجراءات صارمه لانه يكون في يعني زياده حملات التطعيم، لكن لن تتم بهالسهوله. يعني فكما ذكرت انه التعافي الاقتصادي يحتاج الى يعني يحتاج وقت اكبر من ذلك، لهذا السبب متوقعين انه ما زالت انه يعني البنوك المركزيه حول العالم وخاصه في الولايات المتحده الامريكيه راح تستمر بضخ، تستمر بسياسه تحفيزيه، راح يستمر الفدرالي الامريكي في سياسته النقديه الماليه. هذا بشأن الولايات المتحدة، بشأن الاقتصاد الصيني على اعتبار أن الفيروس وانتشر بالصين، تضررت الصين كثيرا، لكن الصين بدأت بتعافي طيب. أيضا سريعا. نعم، بالنسبة للصين حقق يعني الصين هناك بشكل عام هناك يعني هي التي بدأت فيها المرض وبؤرة الكورونا، وبدأت تلاحظ تعافي بشكل يعني كبير من فيروس كورونا من خلال البيانات الاقتصادية الإيجابية، سواء من بيانات التصنيع، من قطاع الخدمات. نحن نعرف أن الصين هي من أكبر الدول المستهلكة سواء لعديد من السلع ومن وخاصة من لأسعار النفط، فبالتالي يعني هناك راح يكون مثلا يعني عودة الحياة لطبيعتها في الصين، عم نشوف بيانات اقتصادية إيجابية، هناك توقعات لنمو الاقتصادي الصيني، فهو له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، فعم نشوف من خلال البيانات الاقتصادية اللي عم تصدر من الصين هي تعطي يعني تعطي إيجابية حول نوعا ما على الاقتصاد العالمي. لهذا السبب انه اقول انه نقطة ليش عم كنت عم بحكي انه احتمال ارتفاع، يعني الصين والولايات المتحدة الامريكية دول كبيرة جدا عم نشوف التعافي، فبلش هذا نتيجة التعافي الاقتصادي، نتيجة نوعا ما البيانات اللي عم تظهر فيها، فعم تخلي انه هناك دعم وكدولة مستهلكة يعني أسعار النفط، وأسعار النفط الارتفاع هناك في تأثيرات، يعني ليس من مصلحة الدول اللي عم تستورد النفط إنه يكون في ارتفاعات تكون كبيرة، وخاصة إنه أسعار السلع وصلت إلى أعلى مستوياتها. طيب ست لينا، تحدثنا عن موضوع الدولار، الدولار هو يعني هناك انخفاض في مؤشره، الناس اتجهت نحو الذهب، لكن في سوق العملات الرئيسية العالمية، من العملات الرئيسية العالمية هي ما زالت مسيطرة، لم يحصل هناك انهيار في مؤشرها أو حالة من التضخم أثرت على قيمة مؤشرها؟ بالنسبة لبقية العملات الرئيسية مثل اليورو أو الين الياباني، ألا يعتبر الين الياباني مثلا هو ملاذ آمن أيضا؟ الين الياباني يعتبر بلاد آمن، لكن أنا بتوقع أن الين يشاهد بعض الضعف. ليش؟ لارتباط بالثقة الآن في الأسواق العالمية، كل ما هناك كان ثقة في الأسواق العالمية بيكون علاقة عكسية مع الين الياباني، فأتوقع بعض الضعف، لكن هناك توقعات للعملات المرتبطة بالنمو بالسلع مثل الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي يتوقع أنه في ارتفاعات، نحن متوقع أنه مثلا الباوند يكون في ارتفاعات بأكثر، يوصل لمستويات أكثر من هيك. ليش؟ لأن في حملات التطعيم يعني عم تختلف من دولة لدولة أخرى، بريطانيا حملات التطعيم تمت على نطاق واسع وشامل، عم نشوف بيانات اقتصادية إيجابية، في التعامل مع أزمة كورونا اختلفت بشكل كبير، يعني إذا ما قارناها كيف تعاملت بريطانيا من بداية الأزمة، انفصال اسكتلندا قلص المخاوف من انفصال اسكتلندا عن بريطانيا، هذا أثر على إنه متوقعين إنه ارتفاعات في الباوند، نتيجة أيضا لا ننسى إنه ضعف الدولار الأمريكي، هذا بيأثر إنه يرتفع الباوند، ممكن نشوف مستويات 1.43، ايضا اليورو نشاهد بعض الارتفاعات، وايضا دولار الاسترالي دولار نيوزيلندي على ارتفاعات، وخاصه الدولار النيوزيلندي ممكن نشوف ارتفاعات عليه، وخاصه انه اصبحت قرارات البنك المركزي النيوزيلندي عم بيقول انه بقرار البنك انه مضبوط ابقى على
أسعار الفائدة كما هي على سياسته التنفيذية، لكن كانت سياسته نوعا ما تشددية، يعني أكثر صرامة بأنه سيقوم برفع أسعار الفائدة في عام 2022. فبالتالي يعني بدأنا نشاهد يعني بوادر تجديد في السياسة النقدية، فهذا أعطى دفع للدولار النيوزيلندي نحو العالم. يعني منذ مطلع هذا العام لم يتحدث عن ذلك، والآن بدأ الحديث عن هذا الموضوع، عن رفع أسعار الفائدة، فهذا أعطى دفعة. ورغم عم نشوف بلشت انه حتى الاقتصاد النيوزيلندي بدا يتعافى، لكن القطاع السياحي يعني نوعا ما لم يتعافى بشكل كبير، لان نيوزيلندا معتمدة على الاقتصاد السياحي، استفاد الاقتصاد النيوزيلندي من ارتفاع اسعار السلع. فيعني بالتالي يعني تغيرت نبرة المركز النيوزيلندي حول هذا الموضوع، لهالسبب عم نشوف ارتفاعات. واستراليا والصين بما انها الشريك الاول لاستراليا، فتوقعات انه يكون تكون في ارتفاعات ايضا للدولار الاسترالي، اضافه انه لارتباطه بسوق السلع. طيب سؤال اخير ست لينا، بالنسبه للعوده يعني لاسعار الذهب، اخر توقعاتك لاسعار الذهب، هل ستستمر بالصعود طالما كسرت هي حاجز ال 1900؟ بما أنها كسرت حاجز الـ 1900 صعوداً، توقعات بأن تستمر هذه الارتفاعات. لو تم وصولنا لمستويات الـ 1920-30 فنتحدث عن مستويات 1960، وهذا عم نتحدث على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط والطويل سوف ربما نصل إلى مستويات اللي كنا فيها قبل جائحة منذ جائحة كورونا عام 2020، عند المستوى اللي وصلنا لها ب 2073، ممكن نوصل يعني ليس بعيدين عن مستويات ال 2000 دولار، لكن على المدى الطويل. لكن إذا أي تعديل في السياسة النقدية ربما لن يكون هناك، كما ذكرت أنه في ارتفاعات يعني سيكون لأسعار الذهب، لكن إلى الآن ارتفاعات واردة على أسعار الذهب ومستمرة صعودا. وأسعار النفط يعني رغم أنه في عودة الصادرات يعني الإيرانية إذا تم الاتفاق سوف يؤدي إلى بعض التذبذب، عودة بعض التراجعات، لكن مع ظل التعافي الاقتصادي مع لكن يعني حتى الطلب يعني هناك توقعات لارتفاع أسعار النفط، لكن الطلب لن يعود. يعني عم تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه 5 مليون برميل يوميا، لكن لن تعود إلى مستويات جائحة الكورونا. يعني حتى يحتاج التعافي الاقتصادي بشكل كامل وأنه يعود الطلب العالمي كما هو من مستويات جائحة كورونا، هذا بيحتاج حتى عام 2024، لكن ربما نصل إلى تلك المستويات 80 دولار، لكن ليس في هذا الوقت على المدى الطويل، يعني خلال نهاية العام. أشكرك جزيل الشكر محللة الأسواق المالية لدى إكويتي جروب ست لينا قنوع، كنت ضيفتي لهذا اليوم عبر السكايب من مدينة دبي. شكرا جزيلا لك ست لينا. شكرا.